بسم الله الرحمن الرحيم. المكتسب الأول والمكتسب الأشمل والمكتسب الأوضح من ثورة فبراير هو قيام الدولة الحرة الحديثة ذات المؤسسات الحقوقية والأمنية والسيادية والتنفيذية والخدمية، ومن خلال هذا المكتسب تقاس كل الأمور والمشاكل، فأي أمر صغيرا كان أو كبيرا ما لم يفضي وما لم يصب في طريق قيام الدولة الحديثة فهو مرفوض شكلا وموضوعا. فقيام العدالة والقانون وإرجاع الحقوق لأهلها ورفع الظلم عن الناس وحرية الرأي لديهم من أهم أعمدة الدولة الحديثة، ولا تعرف بأنها دولة إلا من خلال هذه الركائز. شعبنا الكريم، التصالح مع المجرمين القتلة مع إقرارهم على إجرامهم وقتلهم يتعارض تماماً مع قيام الدولة الحديثة وعدم رفع الظلم عن الناس وضياع أرزاقهم ونهب ممتلكاتهم، يتنافى أيضاً مع قيام الدولة الحديثة. فإذا ما ادعى شخص ما أنه يريد قيام الدولة الحديثة وهو يسعى ليل نهار لأجلها، ثم أنه يجلس ويتصالح مع المجرمين القتلة ولا يعبأ بحقوق الناس ولا بمظالمهم، فعن أي دولة يتحدث ويتكلم لأجلها ويسعى؟ هذا يسمى دعي، أي صاحب دعوة كاذبة، وربما ما يخفيه عكس ذلك تماما. ما نراه اليوم من تحركات وتصرفات للسياسيين والمسؤولين لا تقول ولا تخبر بأن الدولة الحديثة موجودة في أذهانهم، وربما يسعون فعلا لإقامة دولة ولكنها دولة ليست من مكتسبات ثورة فبراير. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة، وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. واليوم عندي رسالة، لكن في رأيي إن هي محور ما يدور الآن في ليبيا، هي النقطة اللي مرتكز عليها الوجيج اللي سير في ليبيا. ذاك الله، عندنا حاجتين احنا الآن زي ما تقول إن صح التعبير نغنوا عليه نواجد أو نحكوا به نواجد الأيام هذينا، اللي هن قصة الانتخابات، نبوا انتخابات زايد ناقص انتخابات برلمانية، ونبوا نديروا مصالحة، تمام؟ والاثنين هذينا يعني سامحوني يستعملا في غير محل. أنا نبي نعرف كيف تطالب انتخابات أو كيف تبي تدير انتخابات وأنت إن لم يكن الثلث أكثر شوي، ثلث البلاد خارج نطاق التغطية عندك، ثلث البلاد وأكثر عليها واحد مجرم طاغوت دكتاتور يسمى خليفة حفتر. كيف تبي تدير الانتخابات؟ إذا سمح لك أصلاً إنك تدير انتخابات في المنطقة الشرقية فعلى الله السلام. المنطقة الشرقية معناها شرعانة، تو تبي تقول لي لا والله المنطقة الغربية أكثر، لا لا، المنطقة الشرقية الآن محتلة، ولما تدير لها انتخابات في وجود حفتر قاعد معناها شنو؟ معناها يا حفتر أنت درت انقلاب من قبل لكن تو نبغى نعطوها لك شرعية،
حتنتخب جماعة يبوك أنت ولا أنت بروحك ينتخبوك ولا قصتك ولا عائلتك ولا أولادك، المهم أنك تقعد منتخب شرعياً في المنطقة الشرقية. قصة الانقلاب حتلغى أوتوماتيكياً، خلص طلعنا منها. إذا قصة المناداة بالانتخابات راهي عليها علامة استفهام كبيرة. أنا نعرف أن عندنا نشطاء وناس ثوار وصادقين يبي يطلعوا من هذه المعمعة اللي نحن قاعدين فيها، وعندهم يقين على الأقل في المنطقة الغربية لو يصير الانتخابات صحيحة مش حيفرزن إلا شنو؟ إلا ثوار وأنصار ثورة براير وأنصار الدولة المدنية الحرة. لكن في المنطقة الشرقية حبيبي ما فيش الكلام هذا. طيب شو المطلوب؟ المطلوب يا جماعة اختصارا للموضوع، الحل المضبوط، انكم انتم يا مسؤولين في حاجة فزورة، في لغز، في إجرام، في كارثة اسمها خليفة حفتر، لابد تديروا معها حل هذا قبل كل شيء، قبل ما تخطوا أي خطوة. خلاص نحن راه تأخرنا واجد، راه ما فيش مشروع يخش ولا ينقذ لك فيه المرعوبة اللي قاعدة غادي اللي اسمها خليفة حفتر. لابد هذا بروحه يندر معاه حل. يا تقبلوه تقولوا له عفى الله عما سلف وتعال معانا وتو نديروا انتخابات، يعني الراي انتم. يا يعني لابد يندر معاه حل، لأن هذا قاعد الكم عظمة بغصاص قاعد الكم. والله ما في حاجة تقدم ولا حاجة يصير منها في وجود المرعوبة هذه. واضحة؟ أيضاً بالتالي قضية المصالحة. لما تدير تصالح في وجود حفتر قاعد وبنفس الأنظمة متاعته والأجهزة متاعته والإجرام متاعه، لما تدير مصالحة بينه وبين المهجرين اللي حملتوهم ما لا يطيقوا، المهجرين اللي لبستوهم قصة التصالح والمصالحة وكأن حفتر دار الانقلاب بتاع العسكري في التلفزيون دار على المهجرين أو دار على المنطقة الشرقية على الناس مش على نظام الحكم. راهو خليفة حفتر دار الانقلاب على نظام الحكم اللي موجود في البلاد، يبي يمسك السلطة. ما تلبسوهاش للمهجرين قصة المصالحة هذه رجاء. شن معناها المصالحة في وجود خليفة حفتر؟ معناها تعطي فيه شرعية أيضا وتسبق عليه الصفة القانونية لجميع التصرفات والإجرام اللي صار في المنطقة الشرقية. وأيضا المحاكم في أمريكا على طول تسقط الدعوة متاعها، لأن الراجل الناس اللي هجرهم الصالح معاهم وتوى زيتهم في دقيقهم والأمور سمن على عسل زي ما يقولوا. يعني بالعربي هيك المفروض تفهموها بصراحة، ما هيش مسألة معقدة. ما يجيش واحد يقعد يتفاوض شنو يقولوا يبتز، مانيش عارف كيف نسميها، لكن يقعد كل ساعة وشوية لا المصالحة الوطنية والحرب الأهلية. لا يا حبيبي، الحرب معاكم انتو، إن كان كم انتو تمثلوا شرعية في البلاد هو يبي ياخذها منكم الشرعية. نحن نتائج للمشكلة اللي بينكم هذه اللي صار لنا نتائج، فأنتوا أصبحتوا تناقشوا في النتائج وتسيبوا في أساس المشكلة. أساس المشكلة في واحد مجرم اسمه خليفة حفتر دار انقلاب عسكري يبي السلطة. من الأخير في 2014 إلى الآن نجتروا فيها، إلى الآن قاعدين، وهو آخرها طلع لكم قال كم اللي واخذين حواشين المهجرين، هذيما اولياء الدم ما عندناش عليهم سلطه، وهذيما السجن، وهذيما كذا، انا وعويلتي والجيش بتاعي العصابه بتاعتي بريئين كل البراءه. فكيف تبوا توازوها؟ يصلح الله حالنا. خلونا توا وين؟ نمشوا لحلقتنا. حلقتنا اسمها المبادرات الوطنيه طوق النجاه. المبادرات الوطنيه طوق النجاه. عنوان حلقتنا نحن المبادرات الوطنية طوق النجاة. يعني باختصار حتى فهموا طبعا العنوان من خلال الحلقة، لكن معنى ذلك أي حاجة وطنية يكون فيها صدق ويكون فيها توجه وجها لوجه بإذن الله تعالى حتثمر خير.
بإذن الله تعالى، وعندنا تجارب تو نستدلوا بهن. كويس؟ هذا الاسم متاع حلقتنا اليوم. لكن قبل لا نبدو في حلقتنا، في حدث صار نبو نشوفوه ونستعرضوه، حدث صار أمس، هذا ولا أمس؟ أمس، اللي هو شنو؟ اللي هو وزير الخارجية اليوناني جاي يبي يعني كاتفاق وكذا يبي يزور الدكتور محمد المنفي الرئيس، لكن تفاجأ اللي جاية تبي تستقبله طبقا للبروتوكول يعني للدبلوماسية، وزير خارجية يستقبله وزير خارجية وبعدين يشيله لأي مكان آخر. فهو مجرد ما علم السيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية إن هي تبي تستقبله بقى في الطيارة ورفض وزعل اليوناني وولع طيارته، تقول بشكليطة هي ولعها وقال لك وسقت. أعطونا كذا عد تو البوست بتاعه. هذا هو شنو يقول؟ يقول تم إلغاء زيارتي إلى طرابلس ليبيا، حيث كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس منفي كاتبه، حيث انتهكت وزارة الخارجية اتفاقا بعدم الاجتماع بوزارة الخارجية الليبية. يعني هو يقول أن في اتفاق مسبق أني أنا ما نبيش نجتمع بوزارة الخارجية. ليش؟ هنا السؤال. السؤال والله أعلم، أو الإجابة والله أعلم، أنهم هم لا يروا بشرعية الحكومة. اليونان لا يروا بشرعية الحكومة. لذلك رفض الكلام هذا، وكيف هذه مش شر... ما هي شرعية وتقابلني ما تجيش هذه. أعطونا السرط الآخر يا شباب. هاي رفض وزير الخارجية اليوناني الذي كان من المقرر أن يزور طرابلس الخميس مغادرة الطائرة لدى وصوله المطار ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في الحكومة الليبية التي تشكك أثينا في شرعيتها، أو قايلها هو أو مصدره مصدر فرنسا البرس بالعربية، هي اللي وضحت هذا الموضوع أن اليونان لا يروا بشرعية الحكومة. تمام، عندنا حاجة أخرى عليه الموضوع هذا كذا. أعطينا هاي رد وزارة الخارجية، وزارة الخارجية الليبية طبعا ردت على الموضوع، وزارة الخارجية والتعاون الدولي دولة ليبيا. رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها. طبعا هم اليونانيين ما حتى طربين بالحين على علاقتنا بتركيا، جينا أصلا هم عندهم وجيش مع تركيا في المياه وكذا المياه البحرية، لذلك انعكس علينا نحن زيدها زايد، ما همش معترفين هم أو ما يروش بشرعية حكومتنا. وبناء على طلب منهم منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس، هذا بناء على طلب من اليونان، فوافقت وزارة الخارجية على حضوره. طرابلس اليوم صباح الخميس الموافق 17/11/2011، وكانت معالي وزيرة الخارجية 17/11/2022، وكانت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي سيدة نجلاء في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات. وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ للدولة الليبية هيبتها. مفروض حقيقة مفروض لتحفظ الدولة الليبية هيبتها ما يبيش ينزل هو هذا
خليه يتقحطر في الطيارة. من حقنا، هذا قاعد في أرضنا. الأمر الآخر لما بيطلع يطلع منين ما جاء، ما يمشيش في الأجواء بتاعنا، منين ما جاء ما نعطيش الإذن إنه يمشي لتركين أخرى. الأمر الآخر ذهابا للمنطقة الشرقية معناها يا حكومتنا راه في حكومتين، معناها اللي غادي مازال في عقلهم غناوة أخرى استقبلوه، معناها تأكيد للانقسام وتأكيد للتشقيق التشقق وتأكيد أن في حكومة أخرى. هذه كلها حصلت من خلال موقف الوزير اليوناني، وحتى غادي تهذب يعني درعنا من اللي استقبله بك دزوله حتى غفير غادي يعني يسمحوني في الكلمة صياع غادي يعرف يتعاملوا مع الصياع كيف، لكن اللي عندنا نحن درويش وطيبين وخايفين فوق من اللزوم. يصلح الله الحال إن شاء الله. تفضل يا شباب. بناء الدولة المدنية هو عنوان ملتقى المدن والقبائل الليبية الذي عقد بمدينة الزاوية بحضور أكثر من 3000 مشارك. مثل مناطق جنوب وشرق وغرب ليبيا في صورة تجسد اللحمة الوطنية بين القبائل. بالنسبة لي هذا الملتقى طبعا تم الإعداد له من فترة سابقة، بدأت بتجورة كما بينت سابقا، ثم بعد ذلك التقينا في لقاء تحضيري بمدينة الزنتان، حيث تم الإعداد فيه أو إقرار أن يكون اللقاء في الملتقى بمدينة الزاوية. المستهدف طبعا كل المكونات الليبية. احنا طبعا الدعوة كانت للمناطق الثلاث، إذا حصرناها في المناطق الثلاث، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية. الملتقى جاء للاستمرار في بناء الدولة المدنية التي بدأت منذ عام 2011، ورفض العودة لعسكرتها من جديد، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، وأن الخروج من الأزمة الحالية لا يكون إلا بالحوار الليبي الليبي، كرسالة واضحة للدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر وعدوانه على طرابلس، للكف عن مساهمتهم في قتل الليبيين وتدمير البنية التحتية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وعلى صعيد إغلاق الموانئ والحقول النفطية الدخل الوحيد للشعب الليبي، فقد عرضت النقابة العامة لعمال النفط على المشاركين مقترحاً يسهم في استئناف التصدير ويكفل توزيع العائدات على أقاليم ليبيا دون الحاجة لأي تدخل خارجي. قدم دعوة طبعاً للنقابة العامة للنفط في هذا اليوم لحضور هذا المنطقة المبارك الذي يعني ما شاء الله نرى هذا الجمع العظيم المبارك. نسأل الله أن يوفق الليبيين لما فيه خير البلاد. طبعاً نقابة العامة للنفط شاركت في هذا اليوم وهي بصدد تقديم مقترح قد يفضي بالنتيجة إلى إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية إن شاء الله، بالتنسيق طبعا وذلك بتشكيل لجنة محلية ودولية أيضا من بعض الدول المحايدة للإشراف على عائدات النفطية بكل شفافية وعرضها للليبيين. هذا ويسعى الملتقى للمساهمة في رأب الصدع القائم بين أبناء الوطن وقطع الطريق على حفتر وداعميه. نحن جبنا لكم الفيديو هذا باش نقولوا لكم على المبادرات الوطنية. لما تقعد ليبيا فعلا ليبيا خالصة ويقعد فيها صدق، ما أظنش إن الأمم المتحدة ولا القوم اللي خشت في القضية الليبية قدروا يجمعوا 3000 واحد في قاعة واحدة. وكان يوم مهيب بصراحة، وكانت فيه النوايا واضحة والنجاح المحقق واضح. من خلال التجربة البسيطة لنا لقينا المبادرات الوطنية واللي فعلا طالعة من الليبيين، وبكل صدق بيحل المشكلة، تنحل المشكلة. أمتى تتعقد المشكلة عندنا وأمتى يضرب بالمبادرات عرض الحائط وتكون فاشلة؟ لما تتدخل الدول الأجنبية للأسف وما تسمى بالأمم المتحدة، يعني أصبحت علامة فشل على كل مؤتمراتنا. فات فيه وراي طلع منها أو مؤتمر حضراته ولا دعت له، سلامتك. لذلك نحن نحرص كل الحرص على ألا تتوقف المبادرات حقيقة، بس
تكون مبادرات ليبية ليبية، ويكون فيها حقيقة هامش الصدق فيها عالي جدا عالي جدا. كلما كان الصدق فيها أكثر كلما كان نجاح المبادرة متوفر وأقوى بكثير من أي شيء. يصلح الله حالنا. اللي توه هذه عندنا مبادرة تورغة، بعطينا تورغة، أعطيني تورغة كذا. وختاما يتفضل السيد رئيس المجلس البلدي مصراتة سيد مصطفى كرواد، وأيضا رئيس المجلس المحلي تورغاء السيد عبد الرحمن الشكشاك، فليتفضل لاعتماد هذا الميثاق، ميثاق صلح مصراتة تورغاء في هذه الليلة التاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم كل هذه الجهود على أحسن ما يرام، وأن تكون هذه الجهود هي النواة الحقيقية والبداية الحقيقية لبناء هذا الوطن. الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل جهود المصالحة في ختام هذه التوقيعات. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. إيش رأيكم في الحالة اللي كانت بين مصراتة وبين تورغا؟ كان الناظر في هذاك الوقت يقول مستحيل أنهم يتلاقوا، بالإضافة أن ما تسمى بالأمم المتحدة ربما تفاجئوا، كانت معارضة بشدة التصالح. هذا عارفين هذه، وإن شاء الله يوما ما حيطلعوا على التلفزيون ويقولوا لكم الناس اللي كانوا يتصلوا بهم الأمم المتحدة ويقول لهم ما توقعوش انتوا حتدرونا لخبطه في المشهد الليبي السياسي. ايش رايكم؟ هذه الامم المتحده اللي كثير من الناس معول عليها ويقول لك نحن لا ما يصلحش بينا، نحن لا يمكن نتفاهمه، لابد من تدخل الامم المتحده. تفضل. والله في من عرضوا عليه ملايين ملايين، عرضت الامم المتحده باش ما يوقعوش التوقيع هذا. ايش رايكم؟ لذلك أنا نقول لكم وراه، والله ما عندكم حل بعد الله سبحانه وتعالى إلا أرواحكم أنتوا ليبيين، تقعدوا مع بعضكم. ليبيا أكبر من الجميع، راهو أكبر من الجميع، ما تأخذوش على الكلام اللي من برا، رد بالكم. شفتوا؟ شفتوا المنظر المهيب هذا؟ هذا يخص الليبيين فقط. ليبيين ليبيين يقعدوا مع بعضهم، ما همش تبع الحد، واضح أهدافهم ومبادئهم وقيمهم بعد ثورة فبراير واضحة، وضحى الصغير والكبير من أجل هذه المبادئ ومن أجل هذا الميثاق ومن أجل هذه القيم. لو التقينا عليهم ما فيش باس، وأظن أن حيكون كلمات مباركات. جنا ضحى يعني دم مبارك، مشايخ وعلماء وزراء وشباب ومهندسين وأطباء أصحاب خلوات، هذين كلهم ضحوا من أجل ليبيا ومن أجل المبادئ. فراهي ما هي صعبة، والله ما هي صعبة بالكل، بالله عليكم شوفوا النجم والليل كيف ضاوي بإذن الله تعالى، كيف ما اجتمع الأجداد من قبل تحت نجتمع حتى نحن، لأن نحن طريق الخير وطريق الحق نتبعوه بإذن الله تعالى. لكن راهو الكلام الفاضي متاع تقابلت مع الوزير الفلاني والسفير الفلاني قال لي وكان تقول وكان تقول نين طلعناني وما تباعدناش. أهو توا من 2015 وتاع الجاي مش كل المبادرات من الامم المتحده هذينا؟ شو رايكم؟ فيه المبادره وحده نجحته؟ لا. كل
كلهن كل وحدة تزيد تعمق لك الفجوة، كل وحدة تزيد تبعدك من ثورة فبراير، كل وحدة تطلعك من فبراير، تخفف لك قوة فبراير، تتلاشى قوة فبراير معها. هكذا هذا الدور الحقيقي للمبادرات اللي جاية من برا. أما المبادرات اللي من الداخل لا، بالعكس والله، والله ما تبني إلا وطن. يصلح الله حالنا إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. تهمني هذه القضايا القانونية والدستورية لأن يتعامل مع مافيا سياسية لا تلتزم بعهد ولا ميثاق لها ولا مبدأ ولا قضية، وبالتالي هذا النقاش أصبح عبثي. أن نناقشهم قانونياً والمادة 7 والإعلان الدستوري والمقام مادة 30، هم استغلوا هذا النقاش السياسي المسؤول منا طيلة شهور ليمرروا هذه المؤامرة المصرية الإماراتية الفرنسية، واستطاعوا أن يدجنوا مجلس الدولة برئيسه المجري ويأتوا به ليصنعوا معه حكومة لتقاسم سلطة. نحن نريد دولة، لسنا معنيين بالسلطة. السلطة هو الشعب مصدرها، هو مصدر السلطات. أمتى تأخذ السلطة؟ دير دستور خليه يستفتى عليه، دير قاعدة دستورية هو يوافق عليها، بعدين يجي السلطات. أما هذا المشروع اللي قدامنا هو مشروع امتلاك للسلطة واحتكار. أصبح لدينا مجلس نواب 10 سنوات، مجلس دولة 8 سنوات، الآن جابوا لك الضلع الثالث، جابوا لكم حكومة بتقعد سنوات. هذا هو المشروع اللي مصمم الآن. نحن كتيار مدني وطني لا مرجعية أيديولوجية لدينا. نحن لدينا فبراير. سيد حبيب، هل ترى سيستمر؟ لن نفرط فيها. طيب هل ترى سيستمر هذا الزخم؟ سيستمر وعلى كل المدن الليبية المواطنين الأحرار الشرفاء أن يفهموا أن هذه المؤامرة إن مرت عليكم أبشروا بضياع الحرية، باستحالة الديمقراطية، بعودة الفتن والحروب والمشاكل، وأيضا بالارتهان للخارج وللأحذية العسكرتارية المصرية، وأيضا كما تشاهدون على يسارنا في تونس إما سيسي أو قيس. لا تهمني. حياك الله أستاذ حبيب لمين، حياك الله. واضحة القصة. يأكد هذا الكلام أن المبادرة لازم تكون وطنية ولازم تكون خالصة وصادقة، ما تتبعش لو تكون بهذا الشكل. الأمر الآخر قلناها ونأكدوها من حيث نخشن المبادرات الخارجية ونحن قاعدين في الغناوة في هالهم مضاي قاعدين فيه في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار. رأيت الشعب طالع يبي مبادرة وطنية، وأظن أن الأستاذ حبيب لمين والأستاذ صلاح البكوش عندهم مبادرة إن شاء الله يوفقهم الله سبحانه وتعالى، وستعرض غدا بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى يكون فيها خير ليبيا. لكن أنا نبي ننبه لإخواني اللي بيديروا المبادرة هذه، سواء كان الأستاذ حبيب لمين ولا الأستاذ صلاح البكوش، بالله عليكم قبل المبادرة حاولوا تحرجوهم وتحطوهم في زاوية ضيقة. شنو وضعية خليفة حفتر؟ أي مبادرة في وجود خليفة حفتر مآلها الفشل من الأخير، يا إما يكون هو على رأسها أو تفشل. لأنه هو عارف روحه كويس، لو يطلع برا المعادلة حيقعد مكانه وين؟ مكان السجن. القصة بتاعته الكوميرش بتاعته كلها، لو يطلع برا المعادلة خليفة حفتر مآلة هو وعياله، طبعا اللي صالوا وجالوا وحاسوا فيها، حيكون مآلهم للسجن والمحاكمات وهالدماء اللي سالت وهالبيوت اللي خربت وهالبلاد اللي تدمرت وتعطلت وتعطبت كلها صار بسببه هو. فرجاء قبل ما تتعبوا في المبادرة وتنسقوها وتجتمعوا عليها وتديروا، ما هو وضع خليفة حفتر في ليبيا؟ إذا كان كم واصلين لقناعة، وأنا لا أقصد طبعا صلاح البكوش ولا حبيب لمين، لكن أقصد المسؤولين، إذا كان واصلين لقناعة أن خلاص قصة هذه الانقلاب هذه فكونا منها،
وخليفة حفتر مواطن ليبي على كيف كيفك وما ودك إلا تحطه رئيس، وحتى هو كرعه والقبر ويلعب في الوقت الضايع، لكن ما زال فيه شوية نقدر نمشي به إذا كانكم موصلين لهذه القناعة وزرعوها في روسكم الغرب والأمم المتحدة، ولابد تديروا حل. بالله عليكم قولوها لنا، اصدقوا معانا ولو لحظة يا راجل، اصدقوا معانا، اكرهوا الكرسي يا جماعة شوية. أنا القصة هذه كلها ما تبوش تبعدوا على الكرسي، ما تبوهاش تنحل القصة. لو انحل قلناها الكم وقالوها الكم حتى المحللين الأجانب، إنها كل كم كمسؤولين سواء غرب أو شرق خايفين من الانتخابات، لأنك مانكش عارف نتيجة الانتخابات شنو هي، لذلك تعرقلوا فيها بمادة دستورية، ما مادة دستورية، قاعدة دستورية، خذ من هالكلام. لكن لو أنتم ضامنين إنكم تكونوا بعد الانتخابات في السلطة، والله راكم من بكرة دايرينها، وراها طلعت عندنا مادة دستورية من تحت الوطا، لكن أنتم خايفين، وكيف ما قال النحيب كلكم تبوا السلطة وخايفين تطلعوا منها، وقصة بصراحة. ومانيش عارف توا معمر كم قعد، مش قعد 40 42 سنة وبي وبعدها مش عدى بالخزي وبالعار وما كايناش عاش فيها يوم. ما تقولوهاش حسني مبارك هو زين العابدين من احذانا من هنا، يعني علي عبد الله صالح اللي صال وجال حتى هو فيها، لكن يا اخي ما تبوش تعتبره بصراحة. يصلح الله الحال ان شاء الله، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اتحاد سرايا ثوار غريان. الحمد لله ولي الحمد واهله، وصلى الله على من لا نبي بعده. بادئ ذي بدء نترحم على شهدائنا الأبرار، ونتمنى على الله الشفاء العاجل لجرحانا الأخيار. إن ثوار غريان المنضويين تحت الشرعية اتحاد سرايا ثوار غريان يتابعون ما يجري من أحداث في مجملها مشبوهة من مؤامرات ضد بلادنا وسيادة الوطن وضد الثوار وملاحقتهم وتجريمهم، ونحن جزء رئيسي وأساسي منهم. ومن هنا من العاصمة طرابلس نعلن: أولاً، لازلنا وسنظل على العهد متمسكين بشرعيتنا الغراء بعيداً عن الغلو والتطرف. سنظل على العهد مع شهدائنا الأبرار، لن نتراجع عن أهدافنا قيد أنملة، وعلى العهد مع الوطن الموحد بكامل السيادة يتعامل مع العالم بندية، وعلى العهد مع ثوابت ثورة التكبير، ثورة 17 من فبراير المباركة، مهما كلفنا ذلك من تضحيات. ثانياً، نستهجن ونستغرب سياسة بعض الدول التي ساعدتنا في القضاء على الدكتاتورية ثم انقلبت علينا بدلاً من التعامل معنا من أجل بناء دولة فتية وشابة. ثالثاً، نحن مع الحوار الوطني ومع المصالحة الوطنية وحقن دماء الليبيين وفقاً لثوابتنا الوطنية وإرادتنا الحرة الثائرة التي نستمدها من روح ثورة 17 من فبراير المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ثوار غريان في 2015 طبعاً كلام هذا، لكن احنا جبناهم على أساس هذين المبادرات اللي ينجحن ويكتب لها إن النجاح. جبنا لكم مبادرات سياسية، مبادرات عسكرية من شباب مقاتل كيف يحافظ على ثورة التكبير وكيف يطالب بتطبيق مبادئها وقيمها بعيداً عن تدخل الدول الأجنبية وعلى رأس الأمم المتحدة طبعاً، والآخر اللي ابتلينا به هذا اللي في المنطقة الشرقية اللي على حدود المنطقة الشرقية السيسي المجرم وخلك من الإمارات من غادي، هذي ما خشوا في تركينا وما حطوا مبادرة في تركينا إلا تركينا هذه على الله السلام، على الله أو عليها من الله السلام تنتهى على طول. لذلك نصر ونؤكد على المبادرات الوطنية الصادقة هذه تنجح وتمشي. وأنا نقولها كم صراحة، لابد من مبادرة وطنية ليبية باش تنحل المعضلة. وقبل المبادرة قلت لكم لابد يحدد موضوع
المرعوبة اللي قاعدة في المنطقة الشرقية هذه مرعوبة كتب الله سبحانه وتعالى بها علينا، والله ما تركح نار وهي موجودة، ما يركح وضع وما يستقر في وجود القوم اللي غادي هذا. المبادرات في المشهد الليبي من داخل الوطن الليبي تعددت حقيقة، مدنية عسكرية، والآن عندنا مبادرة شرعية. دار الإفتاء عندنا علماءنا ومشايخنا عندهم مبادرة طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا، وخلونا نسمعوها. كضخ إعلامي رهيب، وهو أن دار الإفتاء لا تريد الصلح، وإنما يهمها إراقة الدماء فقط، والمفتي يعني يتكلم عن الدماء، ولم نسمعه مرة يتكلم عن المصالحة. رعت دار الإفتاء في سنة 2012، وكان يعني كانت المصالحة بين غريان والأصابعة، عندما صار هناك اقتتال رعت دار الإفتاء الصلح، وكان في ذلك الوقت الرئيس عبد الرحيم الكيب رحمه الله، والشيخ هو الذي رعى الصلح، ودعا رئيس الوزراء ودعا وفدا من الأصابع ومن غريان، وتم الصلح في مقر دار الإفتاء. دار الإفتاء أيضا ساهمت في الصلح بين ورشفانة والزاوية، وبركته بارك الشيخ المفتي في لقاء متلفز ما حصل بين الزنتان ومصراتة من صلح، وحث الليبيين على الاستمرار في هذا النهج، وحثهم أيضا على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين، لأن سبب المشاكل التي تتطلب صلحا بعد ذلك هو يعني إيواء المجرمين. فنصر أخاك وهو ظالم هو أن تكفه وتردعه عن الظلم، وترفع الغطاء بميثاق شرف تتفق عليه كل مدن ليبيا بأنهم لا يناصرون مجرما ولو كان ابنا لمن وقع على هذه الوثيقة. فأيضا ساهمت ورعت وباركت دار الإفتاء الصلح الذي حصل بين الزنتان والمشاشية في الشقيقة، كل ذلك أو مسرات أو تورغة، بل قال الشيخ هذه هي المصالحة الناجحة التي لم تتدخل فيها بعثة الأمم المتحدة. كل المصالحة قامت على يعني عدم رعاية من الأمم المتحدة، قامت على أسس سليمة، استمرت ناجحة إلى الآن. لكن المصالحات الفاشلة التي كانت لأسباب سياسية، كما نرى الآن مثلا من ممن رعى الصلح بين مهجري بنغازي وحفتر، الحقيقة أنا أنظر إليه بمنظور أن المخابرات المصرية يعني ضحكت على هؤلاء وأرادت أن تلمع حفتر من خلال تمرير هذه المصالحة. وهم عندما فاجأهم حفتر في 4-4 قالوا خاننا حفتر وخدعنا حفتر، فلا أدري أي سياسة ينطلقون منها. هناك ضخ إعلام. شفتوا لما تقعد المبادرة ليبية، وشفت لما تقعد المبادرة طالعة من ناس صادقة، ناس نحسبهم يخشوا الله سبحانه وتعالى، وهم تاج رؤوسنا علمائنا ومشايخنا، كيف تكون نهايتها المبادرة؟ تكون نهايتها الوفاق والصدق. وشوف عدد المبادرات اللي رعتهن دار الإفتاء ورعاهن الشيخ، سواء كان بإرسال الرسائل الصوتية المتلفزة، سواء كان بالحضور الشخصي كما حدث في دار الإفتاء. اللي نبي نقوله نحن إن المبادرة عندما تكون صادقة مخلصة يتبناها أناس مخلصون، بإذن الله تعالى يكتب لها النجاح، وخاصة إن نحن ديننا الإسلامي يحث على هذا الشيء ويدعو إليه ليل نهار، الصلح والمصالحة المبنية على أسس صحيحة. لكن المجرمين القتلة هذه ما لابد أن يعني نوع من المصالحة الناس فيما بينها، إنها ترفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين اللي مسكرين رؤوسهم، اللي حرفتهم الإجرام والقتل والدمار والخراب. هذا كيف ننهوه؟ هذا إن كان قعد بيننا لا يمكن يصير مصالحة، لا يصير مصالحة، ومن خلال بنود المصالحة يندر ميثاق يرفع فيه الغطاء الاجتماعي عن أي مجرم من أي الطرفين، حتى كيف ما قال الشيخ، حتى ولو كان أبوه هو من وقع على هذا المبادرة أو من وقع على هذا الصلح، لابد أن يرفع عنا الغطاء الاجتماعي عن المجرمين وعن القتلة. هذا إذا كان نبو ليبي يصير منها، اسمعوها مني. لكن إذا كنتم بتقعدوا في الحيص بيص اللي توا قاعدين فيه نحن ضاهي،
وعدوا يدورونا مادة دستورية باش يقعد هذاي باش اللي مقطن له 10 سنين يقعد لنا 10 سنين أخرى، واللي مقطن له 20 سنة يقعد، وهكذا معاش التخلص. والمصيبة والأكبر والأكبر أن اللي مقطنين هذيما هم اللي يروا في أنفسهم على أيديهم الحل. يا أخي أنت ما درت خلال 10 سنوات، معلش نكتة خفيفة هيك، قالوا واحد طالب فاشل يعني زي ما تقول في ثالث اعدادي عاود يجي مرتين ثلاثه، بعد ثالث سنه توكل على الله وسيب المدرسه ودور شغل، قاعد يشتغل في الصبح وينتسب روحه انتسب في الليل. فجاء ابوه يوم قال له كيف صار قاعد في الصبح؟ قال له كيف ماكش ماشي المدرسه؟ قال له لا انتسبت، انا تو نشتغل في الصبح وانتسبت في الليل. قال له يا وليدي انت ما جبت تو السما الزرقاء؟ قال له يا بالك في الليل. فخطاها نحن هذه، انت لك 10 سنين، لك 10 سنين متربع يا بابا، جايني تو وتقول عندي مبادره وممكن يقعد على يدي الحل، وبعدين سامحوني يعني لما يحتد النقاش بينكم انتم كمسؤولين تقدروا سامحني يعني تقدروا تنسبوا في ارواحكم لثورة فبراير؟ لا والله لا، بعيدة منكم ثورة، صحيح ممكن بداياتكم صحيح هذا ما يقدرش واحد ينكره، لكن بعد 2015 لا، قعد النقاش مش شهر ثورة فبراير، ولا تمثلوا في ثورة فبراير باش الواحد يتحجج بها امام الاخر، لا 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 يا حبيبي، بعد 2015 خشن المبادرات وقلبتوا عيار البلاد وخششتوها في دوامة كبيرة. إذا الآن احكوا سياسة بحتة، ما تحكوش على فبراير بصراحة، ما تقولوش والله نحن نمثل فبراير ونحن نمثل دم الشهداء ونحن لا لا لا، فكونا منها الغناوة هذه، خلاص هذه اسطوانة وتكسرت من زمان. قولوا نحن نبوا نلعبوا سياسة ونبوا نقعدوا في السلطة وعندنا راي تبي تمشي به البلاد، معاك أنا هكي نجوم من لقدام زي ما يقولوا، لكن تقدر تغني لي بغناوة فبراير ونحن كنا ونحن هذا، اطلع منا فوت الموضوع على راي الشباب. يصلح الله حالنا ان شاء الله، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه وال بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان اليوم الدين. من داخل ميدان الشهداء بالعاصمه الابيه طرابلس، احييكم بتحيه الاسلام اخوتي اخواتي احرار وحرائر ليبيا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غدا بمشيئه الله تعالى ستكون هناك وقفه احتجاجيه على عبد مجلس زايد النواب والدوله، فنرجو من جميع احرار ليبيا من انصار البركان وفبراير الحضور هنا لميدان الشهداء لاعلاء كلمه الحق ولنصره الحق ولنصره ثوره التكبير من اخراج مجلس النواب والدوله الى غير نفعه. فكلمة قالوها الأحرار والرجال هنا لا لعبث الفاسدين والمفسدين من مجلس النواب والدولة، ولن نعود القيود، قد تحررنا وحررنا الوطن، عاشت ليبيا حرة واحدة واحدة، المجد والخلود للشهداء، عاشت ليبيا حرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الله أكبر. حياكم الله الوجوه الطيبة حقيقة، يعني ما زالوا صابرين وما زالوا أهل الساحة وأهل يعني النضال والكفاح، يعني نقدر نقول لك من بعد 2011 إلى الآن الناس هذه ما زالت تتكلم وما زالت واقفة على رجليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم ويبارك في كلماتكم ويبارك في مواقفكم. برضو اليوم والله في مصراتة يعني ما زالوا على العهد حقيقة، ثلة بسيطة صحيح لكن ثلة مباركة صادقة في توجهها إلى اليوم، واقفين ويطالبوا بالدولة المدنية الحرة ويطالبوا بالانتخابات ويطالبوا. أنا نقول كانت طالبوا بالإعلان الدستوري يا جماعة، طالبوا بالإعلان الدستوري، يسمعوا الكلام، سكروا رؤوسكم على الإعلان الدستوري، والله بإذن الله تعالى فيه نجاتكم بإذن الله تعالى. راهو الإعلان الدستوري فعلا خرج من رحم الثورة، خرج من رحم المعاناة، خرج من رحم القتال والوقوف في وجه القذافي، خرج منا حاجة اسمها إعلان دستوري، أي خطوات عقد اجتماعي في هذه المرحلة. خلونا نكملوا نمشوا به نحن بس ننجو بإذن الله تعالى. توا في واحد الكم زمان عليه شوية، لكن من خلاله احنا نعدوا للحلقة
مر علينا يحكي يتهم في الحكومة، حكومة الوفاق، وينتقد فيها وكذا، بينما هو كان مسؤول. خليكم تشوفوا خير. تفضل يا شباب. كيف تقيم أداء حكومة الوفاق حتى الآن، خاصة منذ أن بدأت المعارك في طرابلس؟ والله تقييم حكومة الوفاق صعب، لأننا نحن بعيدين عن الساحة ولا ندري ماذا يجري في طرابلس، ولكن من الظاهر أن الأداء يعني بعيد كل البعد عن ما يتوقع الليبيون من الحكومة يعني حقيقة. طيب علي زيدان، يعني تؤمن بحل ليبي في هذا الظرف؟ حل ليبي أؤمن به، نعم. كيف؟ أؤمن به إذا أراد المجتمع الدولي أن يتضامن مع الليبيين. أنت ترى أنه يوجد تخاذل من قبل المجتمع الدولي؟ والله لا يوجد تخاذل، يوجد تراخي وعدم اكتراث، لأن المجتمع الدولي لا يريد بذل جهد كبير في هذا الأمر. المجتمع الدولي أقر اتفاق الصخيرات، وأهم خلل في اتفاق الصخيرات كانت ناتج على مستوى الكوادر التي تولت مهام إدارة الدولة، كان ناتج سيء جدا، سيء 100%، أناس ليس لهم علاقة لا بالإدارة لا بالسياسة لا بالإعلام لا بأي شيء، جاءوا مساكين ووجدوا نفسهم في هذا الموقع، هم قبلوا هذا الأمر ولم يستطيعوا أن يقوموا بأي شيء. وهنا الخلل في أنك أنت لا تريد أن تأتي أشخاص تجلسهم في مكاتب والله في مواقع مسؤولية، وهم يتوقعون أن المجتمع الدولي سيدفعهم أو سيقودهم أو سيوجههم ليعملوا شيء. هذا الأمر اللي حصل لابد من التفاعل. يعني أنا انعقد اجتماع برلين، الدور الليبي فيه محدود، لم نرى الحكومة ولا الأطراف الأخرى توجهوا لتسويق هذا الأمر وللتفاعل معه وللتواصل بالليبيين ولشرحه للمواطنين. كيف تقيم والله كلام كبير يا العمد، قل فيه والله كلام قوي بكل والله. تبي يا كاظم، كنت رئيس حكومة أنت وقعدت سنتين، شنو تقييمك زعما الفترة ذيك؟ شنو أخبار الفلوس فيها وشنو أخبار العلاقات قول لنا بصراحة. والثوار اللي جوا لعندك هم يبوا أرقام عسكرية ويبوني، ضربتوهم في سفر وماشي تاكل البخامات غادي الساعة 7 في الصبح، ومش عارف اجتماع كبير غادي في الساعقة، وشنو هذه زعما دولة؟ زعما كنتوا في مليين كراسيكم على قولكوا. أكبر خذلان هو قالت، أكبر خيبة صارت لنا في يعني هو تعيين أناس قال ما لهمش علاقة بي وأنت وحكومتك أنت، كيف يصير فيها؟ أنت بالذات كيف يصير؟ كيف تقييمك أنت؟ كيف طلعت من المطار أنت؟ طلعت عادي هيك ولا هربت هروب؟ أقول يا رجل يصلح الله حالا، لأنها ابتليت ليبيا بكم، ابتليت ابتلاء عظيم جدا بصراحة. والغريب أن عندكم صحة وجه مش طبيعية بصراحة، الواحد منكم يعمل العملة اللي دقدق فيها البلاد ويدمرها، أنت مش أيدت حتى حفتر أنت يا كازي ولا ما أيدتش حفتر؟ مش أيدته، وأنت تعرفه كويس حفتر، مش أيدتوه؟ معقولة يا رجل؟ الله المستعان. وخلاص وعديت غادي المنطقة الشرقية على أساس تبي تشكل حزب أنت غادي، ما قالوا لك روح والله نلقوك هنا نقطع لك ذيلك، قالوا لك جيت هنا الله غالب هنا طاغية المدنية والحضارة والرقي شوية هك نوعا ما، فخلوك تدير، لكن هي دروشة غلط غلط، واحد مجرم كيفك أنت سارق هارب هروب يجي ويدير حزب هنا. يصلح الله الحال إن شاء الله، يصلح الله الحال. تفضلوا يا شباب. هذه من بدري ظني لمحنا لكم عليها نحن، وهي 120 شخصية ليبية بارزة تطلق مبادرة للانتخابات منذ 2014، وعلى مدى 8 سنوات لم يسمح للليبيين باختيار قياداتهم السياسية، ولم تفلح اتفاقيات تقاسم السلطة في الصخيرات وجنيف في تحقيق أي من وعودها،
سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات، وانهارت خلال عام من إنشائها. شفتوا؟ هذين المبادرات بتاعتهم. والنتيجة المؤلمة هي خمس حكومات بما في ذلك حكومات متوازية، وأربع حروب راح ضحيتها ما يقارب من 10,000 ليبي. لقد حان الوقت، وين 10,000؟ شوية 10,000 يا جماعة. لقد حان الوقت لاستعادة الليبيين حقا في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل. 120 شخصية قيادية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك عمداء بلديات وقادة من المجتمع المدني وأحزاب سياسية يطرحون مبادرة متسقة لكسر المأزق الحالي وإجراء الانتخابات. وتهدف المبادرة إلى استعادة حق الشعب الليبي في الانتخابات في مواجهة من يصرون على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها لهم منظومة فساد ومحسوبية. سيتم الإعلان عن المبادرة في مؤتمر صحفي يوم 19 نوفمبر اللي هو غدا إن شاء الله 2022 الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا في قصر الخلد الملكي وسط طرابلس بجوار المؤسسة الوطنية للنفط. وهذين أرقام اللي بيتواصل واللي بيستفسر أكثر، هاي الأرقام موجودة عندكم، صلاح البكوش والحبيب لمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل الخير لكل خير يا رب العالمين. واللهم من أراد بليبيا خيرا فوفقه يا رب العالمين، ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.